بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف نأخذ حصة جديدة في الصف السادس في مادة الرياضيات. حتى نخوض في درس اليوم دعونا نمهد بالآية. تحدثنا في الحصص السابقة أن حاصل جمع عدد موجب زائد موجب الناتج موجب، حاصل جمع عدد سالب زائد سالب الناتج سالب، وأن حاصل جمع عدد موجب زائد سالب بنجيب الفرق وبنضع إشارة العدد الأكبر. إذن ماذا لو لدينا عدد سالب مضروب في سالب؟ الناتج قال موجب، يعني سالب في سالب الناتج هيكون موجب. إذن درسنا لهذا اليوم ضرب بعدد صحيح سالب في عدد صحيح سالب. مثلا سالب 5 في سالب 2، سالب في سالب ب موجب، و5 في 2 ب 10. إذن ناتج ضرب سالب 5 في سالب 2 يساوي 10. سالب 10 في سالب 2، سالب 10 في سالب 2 الناتج قال لي 20. ليه؟ لأنه سالب في سالب ب موجب و10 في 2 ب 20. ماذا لو ضربنا العدد الصحيح سالب 6 في 0؟ أي عدد صحيح في الصفر الناتج صفر. إذن سالب 6 في صفر نلاحظ أن الناتج يساوي صفر. طيب 4، 7 في صفر، أي عدد صحيح في الصفر الناتج صفر، 7 في صفر يساوي صفر. الكلام ده فوتنا لقاعدة بتقول حاصل ضرب أي عددين صحيحين سالبين يساوي عددا صحيحا موجبا. حاصل ضرب أي عدد صحيح في الصفر الناتج هو الصفر. مثال واحد، نجي للعمليات الآتية: سالب 10 في سالب 4، سالب في سالب ب موجب، وعشرة في 4 ب 40 ب، سالب 9 في سالب 2، سالب في سالب ب موجب، وتسعة في 2 ب 18، سالب 8 في صفر، أي عدد صحيح في الصفر بصفر. إذن سالب 8 في صفر ب صفر. ده بين قوسين سالب 5 زائد سالب 7 في 6 زائد سالب 9، 6 زائد سالب 9 ما صار بيناتهم علامة زائد، سالب زائد سالب ب سالب، و5 زائد 7 ب 12. إذن ناتج القوس كله يعني شنو؟ سالب 12. طيب 6 زائد سالب 9 عددان مختلفان في الإشارة، نوجد الفرق ونضع إشارة العدد الأكبر. الفرق بين 6 و 9 هو 3، ونضع إشارة العدد الأكبر ألا وهي السالب، لأن 9 أكبر من 6. إذن سالب 12 في سالب 3 يساوي، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، سالب في سالب ب موجب، و12 في 3 ب 36.